بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة هنتعلم كيف يتم إصلاح مشاكل ويندوز 7 وعمل مسح وإصلاح شامل لجميع ملفات نظام ويندوز لإصلاح الملفات التالفة لبرنامج ويندوز عن طريق برنامج صغير في الويندوز من مايكروسوفت ألا وهو SFC Scan Now. الأمر ده بيقوم بإصلاح التلفيات الناجمة عن مسح بعض ملفات ويندوز بالخطأ أو ملفات تم مسحها من ويندوز نتيجة إطفاء الكمبيوتر بشكل غير صحيح، مثل الانقطاع الفجائي للتيار الكهربائي على سبيل المثال، أو تلفيات في ملفات ويندوز 7 بسبب الفيروسات. علما بأن هذا البرنامج ما بيشيلش الفيروسات، لكنه يقوم بإعادة ملفات ويندوز التي تم مسحها أو إتلافها بسبب هذه الفيروسات. بعد أمثلة الحالات التي يتم فيها استعمال هذا البرنامج، مثلا لما الويندوز يعمل كراش، أو لما يفشل ويندوز في عمل تحديث، أو لما يكون الويندوز بيعمل فريز أو بيهنج أو بيتوقف عن الاستجابة. لتشغيل الأمر هنضغط على Start ثم All Programs ثم Accessories، ونيجي عند كوماند برومت ونضغط رايت كليك ونضغط على ران از ادمنستريتور، نضغط على يس. هنيجي هنا وندخل الامر التالي: cd مسافة backslash ثم الضغط على انتر ثم كتابة الامر التالي: sfc/scan-now. ثم الضغط على انتر. هيبدأ البرنامج يعمل عملية مسح لملفات ويندوز بالكامل، ويبتدي يبدأ في عملية الإصلاح والإحلال للملفات التي تم مسحها أو تم إتلافها. هنستنى لغاية الموضوع بياخد حوالي 20 دقيقة، هنستنى لغاية ما يخلص ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كما تشاهدون فإنه قد تم الانتهاء من عملية المسح والإحلال والتجديد لملفات ويندوز، ولكن توجد رسالة هنا أنه تم إصلاح بعض الملفات، ولكن بعض الملفات الأخرى لم يتم إصلاحها ويتوجب علينا إصلاحها بطريقة يدوية، وموضح هنا التعليمات. وبكده نكون استعرضنا أداة مهمة جدا من أدوات إصلاح نظام ويندوز 7. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس، والرجاء الضغط على لايك وشير وسبسكرايب، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.